اشترط أحمد سليمان المرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك بانتخابات الزمالك المقبلة، اشترط اعتذار مرتضى منصور رئيس النادي الحالي لرموز النادي وللجماهير عن الأخطاء التي ارتكبها في الفترة الماضية للتنازل عن القضايا التي حركها ضده. وأكد سليمان تقدمه بطعن للجنة الأولمبية لإلغاء بعض بنود اللائحة الخاصة بالزمالك التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية الأخيرة. ونوه سليمان بأنه تقدم بشكوى لوزير العدل ضد أحد القضاة الذي تولى الإشراف على الجمعية العمومية الأخيرة للزمالك، خاصة أنه كان نفس القاضي الذي أعلن نتيجة فوز أحمد مرتضى في انتخابات مجلس النواب.